رفيق، قرات في الاونه الاخيره اخبار على نزع الناخب الوطني لرياض محرز شاره القياده، يعني كان نعتبره في تلك الفتره فتيل، والان بانت هذه، ما نقولوش قنبله، ولكن بانت هذه النار، او ما قلتلكش الوصف المناسب، كان فيه شراره والان خرجت للعالم. كيف الشراره؟ علاه شراره؟ في السابق كان اخبار باللي الناخب الوطني نحيلوا شاره القياده المحرز، ربما محرز غضب، لا عنده علاقه. لا لا لا، كيفاش نحيلوا شاره القياده؟ علاه نحيلوا شاره القياده؟ انا نقول لك كانت راجت في مر المباراه تاع الكاميرون عندها حوالي 15 يوم، راجت في وسائل التواصل الاعلاميا انه محرز ستنتزع منه شاره القياده المنتخب. انا اشوف، انا نامن بالملموس، لا اعتقد انه من كتب هذا في ليزو سوسيو في تواصل مع بالماضي، لا اعتقد انه بالماضي الحق انه ينحي الكابيتان المحرز، ما هذا امر غير طبيعي. اذا يلحق ينحي له الكابيتان هو فايت 30 سنه ما يزيدش يستدعي المنتخب، يكون عندك كابيتان باني عليه من مشروع تاع المنتخب ومن بعد تطيح له قيمته تنحي له الكابيتان. لا لا لا, لا. لماذا؟ انا ما اشوف، انا ساعات نشوف اخبارات في لي ريزو سوسيو ساعات تضحك وكانهم بالماضي ليهم، بس ما امر غير طبيعي. مازال بالماضي يعطي قدر لهذا، هذه يبقى النجم تاع المنتخب، حتى انه مانيش نوافق واش دار، يعني كان لازم يجي المنتخب، لكن لا اعتقد انه بالماضي ينحي الكابيتان. انا رايي لرياض محرز شو ما صالح ينحي له الكابيتان ويكمل في المنتخب، لو يوصل، لو صحيح ما تقول او صحيح ما راجع في وسائل التواصل الاجتماعي، اذا الحق بالماضي يفكر ينحي الكابيتان المحرز ما يزيدش يستدعي اصلا. هذا اكيد لان داخلين في مرحله جديده. لو نقول لك كاين المونديال وصرا مشكل، ممكن محرز يقبل ينحي الكابيتان باسكو يلعب المونديال، او ما كاش غادي يكون دافريك المونديال ديسي 2026، اصلا محرز يقعد معنا ولا ما يقعدش. مي الكلام هذا